أنتم عانيتم من الأمرين خلال الفترة، طول الفترة الماضية. بدء عملية التلقيح في المغرب، هل تنتظرون أن يغير شيء ما في معيشكم اليومي داخل لنقول غرف الإنعاش والتخدير؟ فعلا الحمد لله هذه بارقة أمل كبيرة جدا، وبارقة أمل اللي عطى الانطلاقة ديالها البارحة جلالة الملك، اللي في إطار ديال عدة إجراءات استباقية من بداية ديال الجائحة. هو كانت موجة أولى اللي كانت نوعا ما متحكم فيها، ولكن واحد الوقت الله غالب أقسام الإنعاش ديالنا على تراب المملكة تغلبات نوعا ما. اللي كان أنا شخصيا تقريبا وصلت تقريبا سنة وإحنا تنشتغلوا في أقسام الإنعاش، مازال عندنا مرضى كتار، تنشوفوا وفيات تقريبا يوميا، أثر فينا في الحياة اليومية ديالنا، لأنه ماشي غير مرضى عاديين، عائلاتنا وناس تنعرفوهم وتنحاولوا نديروا جهدنا كله، ولكن هذا مرض خطير جدا. إذن أكيد أنه فاش تفتح أمل بحال هذا اللي أثبتت لا الدراسات لا السلطات أنه تعطينا واحد الأمل كبير، أكيد أنه غنكونوا فرحانين. وأكبر مثال على ذلك هو أنه إلى دخلتوا المواقع التواصل الاجتماعي اليوم غتشوفوا تقريبا أي واحد عنده صديق طبيب وبالدرجة الأولى أطباء الإنعاش والتخدير كلهم تقريبا تلقحوا. أنا اليوم من ملقحي الأولين الحمد لله.